القرية اللي أنا منها اسمها منشيت الجنيدي، دي قرية صغيرة جدا جدا، بس بتتميز بأن كل الأطفال بيروحوا الكتاب. كنا بنتعلم مش بس قراءة القرآن الكريم، نتعلم احترام الكبير، كنت تلاقي كل الناس بتدرس اللغة العربية. فحفظت القرآن الكريم بالتجويد على سن 10 سنين، ومش لوحدي يعني، معظم أطفال القرية كده. الشيخ بتاعنا الشيخ أحمد عبد العزيز ربنا يبارك في عمره له اليد العليا في القرية، إن هي ناس كتير فيها عندهم ملكة حفظ عالية جدا، بيعرفوا القرآن الكريم، بيعرفوا التجويد. في مننا اللي بيشتغل على نفسه بعد كده، بيدرس قراءات، درست قراءات المقامات في القرآن الكريم والحاجات دي، يعرف أقرأ بأكتر من مقام. دراسة بقى بعد كده في مصر لحد الثانوية. والدي الله يرحمه كان من الناس اللي هي عايز يسيب وراه راجل. هو عنده احساس عميق من زمان قوي ان هو ربنا هيتوفاه وهو صغير، فهو كان دايما يردد دي، فكان عايز يسيب وراه حد على قدر المسؤولية يمسك ايه العيلة بعديه، لان انا كبير، ففرض عليا المسؤولية ان انا اكون انا الكبير. فهو علشان يخليني انا قدر على قدر المسؤولية لازم يمرمطني شوية بالتعبير الايه البلدي. فمن اولى اعدادي قال لي انت تخلص اخر يوم امتحان اول يوم تدور على شغل من اولى اعدادي. فاشتغلت في كل حاجه بقى، من اولى اعدادي كل صيف اطلع اشتغل. فاشتغلت في كذا مصنع للبلاستيك، مره مصنع بيعمل الحبيبات اللي هي بناخدها بعد كده بتسهر تعمل خيوط بلاستيك رفيعه، مصنع بنعمل الجراكن البلاستيك، مصنع للاكياس، مصنع للشباشب اللي هي بثلاث صوابع دي. اشتغلت في مصنع زبادي، اشتغلت في الطابونه فران، اشتغلت مندوب شنطه، مندوب مبيعات، ببيع في المصالح الحكوميه وحاجات بتاعه الستات، الاي لاينر، الماسكارا، الحاجات اللي زي دي. اشتغلت في رصف الطريق عندنا، اشتغلت في سايبر نت، اشتغلت تايبست مع حد كان مرشح لعضويه مجلس الشعب وكان عنده بيزنس جانبي كده، كتابه مقالات وترجمه وحاجات زي دي، فكان عايز حد سريع جدا في الكتابه، فانا كنت سريع في الكتابه فاشتغلت معاه. بس اشتغلت حاجات كتير. بعد كده خرجت اخدت الاول تافل من نوتنغ هيل كوليدج و تي كي تي من كامبريدج، ثم رحت سافرت امريكا اخدت باتشلر ديجري ان انجلش ليتراتشر من تكساس اي ان ام في يونيفرسيتي ستيشن كوليدج. بعد كده درست في الصين، في ماليزيا، في تايوان وفي هونغ كونغ.